مكملين معكم ومتواصلين معكم اليوم وفي كل حلقة من فلاش باك نرجع بكم للرابرز ولعالم الراب سواء في ليبيا أو في الوطن العربي أو العالم أجمع. حلاوة مش قاعدة نعاكس في حد حاليا ولا قاعدة نوجه في كلمة لأي حد. هذا رابر مغربي اليوم حيكون معنا في بلانات راب، حقق الكثير والكثير من النجاحات ودار اسم وماركة لنفسه مسجلة في عالم الراب في المغرب. اليوم هو نجم فقرة بلانات راب، نخليكم تكتشفوا بروحكم من هو. حلاوة ويا رب يكون حلاوة بالنسبة ليكم، ونرجع من بعدها لفلاش باك. إيهاب إقبال أو زي ما يبوا يسموه متابعينه أحليوة، هو مغني راب مغربي وابن الدار البيضاء. بدأ مشواره الغنائي سنة 2013 بأغاني خلقت نوع من تبادل الآراء حول الشيء اللي قدم فيه، خاصة وإنه يغني في الراب العنيف وضد الدولة والسيستم، مثل ما سمعناه في أغنية 57 كيلوغرام. وما وقفش أحليوة عند هذا وبس، لكنه دار شغل تاني وصل به للمغرب العربي الكبير، وهو الديو يلي كسر به حليوة الدنيا مع الرابر التونسي بلطي، خاصة وإن أغنية يما وصلت لل 45 مليون مشاهدة، وهذا يعتبر إنجاز في تاريخ المغرب مع الراب. دار حليوة حفلات بعد ذلك ونجح في استقطاب هلبة متابعين سواء على السوشيال ميديا أو حتى على المستوى العام، ويعتبر حالياً من بين أفضل 5 رابرز في المغرب، وصارت عنده إدارة أعمال خاصة به. وسمعنا مؤخراً إن في إمكانية لدي وغنائي قريب مع الجزائري رضا الطلياني. بستكاي ما مرشاحي حسادة القصراحي ولاد الحومة بشوم